للمزيد مشاهدينا الكرام للمتابعة والتحليل حول أهمية هذا المؤتمر الطبي الثاني والذي يعقد في مصر برعاية مصرية وبحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف السفير محمد العشماوي عضو المجلس الأعلى المجلس المصري للشؤون الخارجية. سعادة السفير، أهلا بك ضيفا كريما على شاشة التلفزيون المصري. أهلا وسهلا وشكرا على دعوتكم. سعادة السفير، يعني هذا المؤتمر اكتسب أهمية كبيرة في إفريقيا وفي العالم لما له من أهمية كبرى على الصعيد الطبي، خاصة بعد جائحة كورونا وما ألقت بها من ظلالها على الصحة العامة وما تبنته الدولة المصرية. ما الذي يمثله عقد هذا المؤتمر في نسخته الثانية للصحة العامة سواء في مصر أو في إفريقيا؟ هو يعني يمثل يعني اظهارا لدور مصر، الدور الريادي المصري في القاره الافريقيه. مصر لها دور كبير جدا في القاره الافريقيه، تعتبر افريقيا جزء من الامن القومي المصري، جزء مهم جدا جدا، واهتمام مصر بهذا المجال الصحي بالتحديد امر في غايه الاهميه، لانه يعني يتصل مباشره بالمواطن الافريقي. المواطن المصري يعني يهمها ان تصل يعني ان تعاوننا مع الدول الافريقيه ونقل خبراتنا في المجال الطبي الى الدول الافريقيه، هذا امر في غايه الاهميه بالنسبه لمصر وبالنسبه للدول الافريقيه. سعادة السفير، كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث فيها عن مبادرات وأفكار متنوعة ومختلفة، في نهاية الأفكار والمبادرات أيضا لها المردود الكبير على الصحة العامة في إفريقيا، كيف للمبادرات التي تخرج من مثل هذه المؤتمرات بإيجاد حلول لكافة المشكلات الطبية؟ في الحقيقة أن مصر لديها خبرة، الحمد لله خبرة واسعة وخبرة قوية جدا، وعلاقتنا بالدول المتقدمة في المجال الصحي عالميا أمر في منتهى الأهمية. نقل هذه الخبرات ونقل هذه الأشياء إلى الدول الأفريقية أمر مهم جدا بالنسبة لدورنا في القارة الأفريقية. فمصر مهتمة بالذات في موضوعات انتشار الأوبئة وكورونا وكل هذه الأمور، يعني خلقت يعني فرصة لنقل الخبرة المصرية المتقدمة في تعاونها مع العالم الخارجي المتقدم في المجال الصحي، ونقل هذه الخبرات إلى إخواننا في الدول الأفريقية، وهذا أمر أعتقد في غاية الأهمية بالنسبة لنا وبالنسبة لهم. سعادة السفير، لو تحدثنا عن القوة الناعمة لمصر، كنا ننظر للقوة الناعمة على أنها السينما والتلفزيون وما يمكن أن يكون فيه عناصر الجذب، لكن الصحة العامة وصحة الإنسان هل تعتبر من القوة الناعمة للدول أم لا؟ هي قوة ناعمة وقوة مادية في غاية الأهمية في الحقيقة، لأن يعني من ليس لديه صحة ليس لديه شيء، ومن لديه صحة يكون لديه أمل، وهذا هو يعني قمة يعني النجاح في الحياة العامة أو الحياة الإنسانية. وبالتالي المجال الصحي مجال في غاية الأهمية، لأنه يمس المواطن الأفريقي مباشرة بغض النظر عن أنه يعني مهتم بالموسيقى، مهتم بالأشياء اللي يعني التي تحدثت عنها، ولكن أيضا الجانب الصحي جانب في غاية الأهمية وجانب أولي وأساسي. طب سعادة السفير، لو وددت أن أتحدث مع سيادتك عن ما يمكن أن يقرب الشعوب بعضها إلى بعض، الصحة لها دور كبير في تقريب إنجاز التعبير وجهات النظر، وأيضا أن تكون الشعوب في مواجهة كافة التحديات التي من الممكن أن تواجهها، كيف للصحة العامة وكيف للطب المتقدم والحديث أن يؤلف الشعوب بين بعضها البعض؟ بالتأكيد يؤلف، لأنه يمس يعني أعتقد أن المواطن الأفريقي أو الأخونا الأفريقي الإنسان الأفريقي الطبيعي، ونحن أفارقة، نحن دولة رائدة في القارة الأفريقية، يعني دورنا هام جدا في أن يعني نرفع مستوى الصحة في الدول الأفريقية ونفيدهم بما لدينا من خبرات وما لدينا من اتصالات بالعالم المتقدم في المجال الصحي، ونقل خبراتنا إليهم، وهذا أمر أعتقد أنه في غاية الأهمية بالنسبة لعلاقات مصر بالدول الأفريقية، يعني اهتمام أساسي والموضوع يعني في غاية الأهمية. طيب سعادة السفير، سؤال آخر ومحور آخر
تحدث عنه وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وهو أن من لديه صحة لديه أمل، ومن لديه أمل يستطيع أن يبني وطنا كاملا. كيف يمكن الحفاظ على صحة الإنسان في قارتنا الإفريقية؟ هذا أمر في غاية الأهمية، فبجانب اهتمام مصر بدعم العلاقات مع الدول الأفريقية ومقاومة الإرهاب وحل المشاكل بين الدول الأفريقية، ويعني نقل يعني لما يكون هناك حروب بين بعض الدول الأفريقية نقوم بدور كبير جدا في يعني إرساء أسس السلام في الدول الأفريقية. الاهتمام بالمجال الصحي أعتقد أنه اهتمام أولي وفي غاية الأهمية، ويمس المواطن الأفريقي نفسا مباشرا. نعم سعادة السفير، محور آخر لو نتحدث عنه، المجالات التي لها علاقة وطيدة وعلاقة وثيقة الصلة بالصحة العامة، هل للقضاء على العشوائية وإقامة مشروعات وطرق وما إلى ذلك من مشروعات عملاقة له انعكاس على صحة المرء؟ بالتأكيد هذا أمر في غاية الأهمية في مصر، وفي غاية الأهمية في مصر، ولدينا خبرة واسعة ومتقدمة جدا ومشروعات كثيرة جدا لمقاومة العشوائيات وآثارها الضار على الأوضاع الصحية، ونقل هذه الخبرة إلى الدول الأفريقية وهي عندها مشاكل أيضا في هذا المجال كثيرة جدا، أمر في غاية الأهمية. أيضا استخدام والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في هذا المجال أمر في غاية الأهمية، وهناك دول أفريقية قدمت وحققت مثل غانا في مجال الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في المجال الطبي وفي مجال الزراعة وفي مجال الخدمات كثيرة جدا، تمس المعيشة اليومية والحياة اليومية والأساسيات للقارة الأفريقية وللمواطن الأفريقي. طب سعادة سفير، محور آخر، كيف يرى العالم التحديات التي تواجه المنظومة الصحية والطبية سواء في مصر أو في إفريقيا، والعالم ينظر إلى هذه المنظومة وما حققته مصر على أرض الواقع نظرة اعتزاز وتقدير للدولة المصرية والقيادة السياسية في مصر على ما تقدم وما تحقق على أرض الواقع من مجابهة سواء للتحديات، وربما قريبا نحتفل بالقضاء على فيروس سي؟ طبعا مصر حققت نجاحا كبيرا في مجال التخلص من فيروس سي، وهذه الخبرة أيضا نقلها للدول الأفريقية أمر في غاية الأهمية لدعم الوضع الصحي والمنظومة الصحية في الدول الأفريقية، وكما قلت فأن هذا يمس الحياة اليومية المباشرة للشخص الأفريقي وللإنسان الأفريقي. فأعتقد أن هذه الأمور في غاية الأهمية، واهتمام مصر لها ونقل خبراتها وتعاونها مع الدول المتقدمة ونقل المشروعات المصرية إلى صالح الدول الأفريقية، والأدوية أيضا أدوية وتطعيمات ودراسات وكل هذه الأمور مصر متقدمة جدا فيها تقدم خبرتها للدول الأفريقية، وهذا وضع أعتقد في غاية الأهمية بالنسبة لسياستنا في القارة الأفريقية وبالنسبة لعلاقتنا مع أفريقيا باعتبارها تمس الأمن القومي المصري مباشرة. سعادة السفير محمد، سؤال ربما بعيدا عن تخصص سيادتك وهو متعلق بأرقام، رقم ذكره وزير الصحة عن زيادة الإنفاق الحكومي، أود أن أسألك عن أن مصر في عام 2014 بدأت بالإنفاق الحكومي على الصحة ب 32 مليار، وصلت في 2023 ل 222 مليار، هل هذا الرقم انعكاس على صحة وعلى رؤية القيادة السياسية للدولة المصرية وتقدمها؟ بالتأكيد هذا أمر في غاية الأهمية، لأن هذه مشكلة عالمية تخص دول العالم كلها، والنجاح فيها ويعني رفض ما يكفي من الاعتمادات للمجال الصحي وارتفاعه، طبعا وضع طبيعي جدا لأن العالم يعاني من أزمات كثيرة جدا بعد أزمة كورونا وبعد الحرب الأوكرانية الروسية، كل هذه الأمور أعتقد أنها في غاية الأهمية وأثرت على الأوضاع الصحية في مصر، ونقل خبرتها إلى الدول الأفريقية أعتقد أنه أمر مهم جدا، وهذا يعكس فعلا الدور المصري الحقيقي والطبيعي مع الدول الأفريقية. نعم سعادة السفير، يعني الأسئلة كثيرة ومتنوعة ومختلفة في خصوص هذا المؤتمر وهذا المعرض في نسخته الثانية، لكن أود أن أسأل سيادتك عن رؤية العالم
إلى مثل هذه المؤتمرات والمبادرات التي تخرج من خلالها، وكيف ينظر العالم للمبادرة المصرية والتي قضت على فيروس سي قريبا، وأيضا المبادرة المصرية حياة كريمة وما حققته على أرض الواقع من تنمية ومن عيش كريم، بالإضافة إلى الجانب الصحي والطبي في الداخل المصري؟ أعتقد أنه أمر مشرف لمصر ولسياسة مصر في المجال الطبي وفي المجال الصحي ومبادراتها في هذه الأمور. أعتقد أنها يعني فعلا يعني تشريف لمصر ولسياستها واتجاهاتها الاقتصادية والصحية والحياة اليومية المباشرة للمواطن المصري، ونقل هذه الخبرات إلى الدول الأفريقية أعتقد أنه أمر أعتقد يزيد مصر شرفا وعظمة في المجال الدولي. سعادة سفير، مصر سباقة منذ القدم في الجانب الطبي، ومصر أيضا لها باع كبير في التقدم الطبي، لا أتحدث عن الفراعنة ولا أتحدث عن، لكن أتحدث عن الماضي القريب. منذ ستينيات القرن الماضي ومصر لها الباع الطويل ولها التواجد الكبير في المجال الطبي وفي المجال العلمي وفي المجال البحثي في القارة الإفريقية. هل هذا الدور ما زال مستمر بنفس القوة أم لا؟ نعم، هو مستمر واعتقد انه يعني في تطور وفي زياده مستمره باستمرار. وعلاقتنا مع الدول الافريقيه في المجال الصحي اعتقد انها امر في غايه الاهميه. انا في المعاش بقالي 15 سنه، اذكر ان انا كنت سفيرا لمصر في موزمبيق، وكنت معتمدا لدى جمهوريه سوازيلاند، وامراه يعني والده الملك سوازيلاند اتت للعلاج هنا في مصر، وكنت انا مرافقا لها أثناء وجودها في مصر، وكان هذا أمر مشرف جدا لمصر، وأعتقد أنه يقدم يعني 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 شيئا عظيما جدا للسياسة المصرية في القارة الأفريقية. كيف ينظر الأفارقة الأشقاء لثقتهم في الطبيب المصري وفي الممرض المصري وفي الأدوات المستخدمة في الجانب الطبي في مصر؟ طبعا نحن اقرب اليه من 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 اي من اي من اي متخصص في الصحه من غير القاره الافريقيه. نعم. نحن افارق مثله، وكنا اذا كنا حققنا تقدما في مجالات كثيره ننقل اليه هذه الخبرات، اعتقد انها امر في منتهى الاهميه، وان المواطن الافريقي يتقبلها ب يعني بسخاء ويهتم جدا بها، ويعني فعلا يعكس اهتمام مصر بالقارة الأفريقية والدول الأفريقية باعتبارنا أصلا دولة أفريقية، والأمن القومي المصري أمن أفريقي، وأفريقيا جزء من الأمن القومي المصري، وأعتقد أن الشعوب الأفريقية تهتم جدا بهذا المضمار وفي التعاون مع مصر باعتبارها دولة أفريقية شقيقة. كيف يمكن البناء واستغلال مثل هذه المؤتمرات والتقدم الاقتصادي مع العلم سيادة سفير أن هناك دول أو شعوب تكون الإيرادات الخاصة بها من التقدم الطبي في الجانب الاقتصادي؟ طبعا الجانب الطبي يعني أمر مهم جدا جدا كما قلت، لأنه يمس الحياة اليومية للمواطن الأفريقي أو الشخص الأفريقي الإنسان الأفريقي، فأعتقد أن التعاون في هذا المضمار أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا وبالنسبة لهم وبالنسبة لنا جميعا باعتبارنا أفارقة. نعم، كان هناك في العام الماضي وقبل الماضي سيادة السفير أزمة كبيرة في سلاسل الإمداد في الجوانب الطبية، وجاءت أزمة روسيا وأوكرانيا وزادت من بطء هذه الإمدادات في هذه السلسلة، لكن الدولة المصرية يعني كانت المعول والمعاون الأساسي لقارتنا الإفريقية. ربما يكون لذلك انعكاس، وربما يكون لذلك أيضا تقدم ملموس في تطور العلاقات المصرية الإفريقية. كيف يمكن قياس هذا التطور سيادة السفير؟ يعني قياسه أعتقد أنه يعني يحدث يوميا، وأمر يهم الدول الأفريقية وأمر يهم مصر بشكل يعني أساسي، ومن هنا نقل خبرتنا إليهم في هذا المضمار. يعني في الحقيقة يعني يقدم صورة يعني حقيقية وصورة واقعية للعلاقات القوية بين مصر والدول الأفريقية.
نعم، كل الشكر والتقدير سعادة السفير محمد العشماوي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، شكرا جزيلا لك على هذه الرسائل وعلى هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا سعادة السفير.